مشاهدينا مساء الخير، برحب فيكم بحلقة جديدة من بلا طول سيرة، والليلة ضيفي النائب طارق المرعبي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور طارق، وشكرا لحضورك. شكرا لك. طارق المرعبي بيك بالسياسة، دكتور بإدارة الأعمال، ونائب ابن نائب ابن نائب بساحة النجمة. الليلة رح نجرب ندخل إلى عالم طارق المرعبي لنكتشف مين هو محمد طارق طلال المرعبي، ابن ال 33 سنة القادر يجمع بشخصه كل تقاليد عكار وكل حداثة العالم. الليلة كمان مثل كل حلقاتنا الصيفية عنا كومبو شباب الألفية، سياحة وبحر وأفلام وسوشيال ميديا جيل ورا جيل، وبالختام الحفلة مع الفنانة كريستينا حداد وأغاني الرحلات بالبوسطة والكروز، وبين الكومبو والحفلة جولة على بنايات غريبة ومين ميرنا الشلوحي صاحبة البناية الأشهر من علم على خريطة لبنان، وبنشرات الأخبار وخاصة من بعد ما صارت مؤخرا تضم المقر الرئيسي للطيار الوطني الحر. دكتور طارق، شي مرة زاير من مقر الطيار الوطني الحر بميرنا الشلوحي؟ لا، بس زاير المنطقة يعني، والبناية أخذت لا المنطقة أخذت اسم المبنى، فبيهمني كمان هلا استفهم منك شو السر هالبناية، ليش التسمية؟ بس هلا صارت أصعب تزور مقر الطيار بميرنا الشلوحي؟ يعني ما في يعني أصعب الأوضاع، إذا في يعني موضوع معين يمكن يكون شكلها رح تتأخر. بس هلا الحكومة يعني أي زيارة محتملة لإلك إلى مركز الطيار؟ بالعكس، التسوية الرئاسية موجودة وقائمة يعني، وبالنهاية يعني حسب حاجات الوقت يعني شو حتكون. نعم. إذا في تكليف من دولة الرئيس، مش أجواء متوترة اليوم يعني بين الطيار والمستقبل؟ هي التسوية الرئاسية قائمة يعني، بعدها قائمة وبالنهاية يعني بلد يحكم بالتوافق، ولازم يكون في العهد يكون قوي طالما في رئيس حكومي قوي، وبكمل هذا العهد رئيس جمهورية قوي. مش يعني اليوم مقسوم البلد مستقبل القوات التقدم الاشتراكي بمواجهة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية؟ هلا بحسب مثلا اذا بتشوف نتائج انتخابات نيابية، كل منطقة كان فيها تحالفات مختلفة بتراعي اولا حاجات يعني اليوم المناطق. بضوء الحكومة يعني يبدو الحكومة غيرت كل يعني كل مكان قبل مباحثات تشكيل. عشان هيك عم نحكي انه كل وقت له متطلباته الخاصة، يعني ما عم بيكون في شيء ثابت ولا عم بيكون في شيء متحرك دائما، يعني عم بيكون في حسب كل وقت شو عم بيكون، كيف التحالفات عم تمشي، كيف اذا بدك التفاهم السياسي عم بيكون بين الاحزاب وبين الفعاليات السياسية. هلا نحن كل جمعة صرنا ثلاثة أسابيع عم نقول هالجمعة تشكيل الحكومة وآخر شيء. بس هالجمعة تشكيل الحكومة. هيك بتشوف؟ الجاي. هيك متوقع؟ أنا هيك متوقع. معلومات أو مشاهد؟ لا يعني استنتجت يعني. نعم. مش ما في اليوم الوزير هي كله بيختلف يعني، أنت اليوم بتكون على وشك إنه تنوضع صيغة نهائية، وإذا بتخلق يعني صعوبة جديدة بما كان. وثلاث وزراء برأيك للوزير جملات بالحكومة الجديدة أو يعني بنظري هيك؟ هيك رح تنحسم؟ بعتقد هيك. والقوات هل يعني كيف سيتم إرضاؤهم؟ هلا التشكيل النهائي عن دولة الرئيس يعني، بس حسب ما ماشي الامور بتسمع انه بالمبدا القوات يعني مطالبهم اللي عم يطلبوا اجمالا. اجواءك متفائله اكثر من اجواء البلد يبدو. اجوائي متفائله، ما اجواء البلد تكون متفائله. انا مع التفاؤل. نعم. ولازم لانه اليوم الرئيس الحريري كان متفائل باسبانيا بالوقت اللي كل بيروت متشائم. لا هو متفائل قلنا بركي باسبانيا قدام العالم يعني ما بده ياخذ مشاكل لبنان. قدام العالم وحتى في لبنان متفائل دائما. نعم. بهمنا ان شاء الله انه يكون البلد دائما في جو تفاؤل، لانه بالنهايه التشاؤم ما بيؤدي الى نتيجه، والانسان لازم يطلع الى التفاؤل مشان يوصل لنتيجه. الوزير بسير رح يكون الثلاثه بواشنطن بغيابه، بتعتقد رح تتشكل الحكومه او يعني هو اساسا يعني الوزير بسير يعني كان يمكن مساعد في تكليف الحكومه، بس منه معني مباشره. نعم. بالنهايه الشخصين المعنيين هن رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه.
اليوم الوزير جبران باسيل قال من البترون: سنكون أكثر تصلبا في كل معركة سياسية تمس دورنا السياسي الذي قاتلنا من أجل استرداده. شو قصده؟ حقيقة بالضبط مني فهمين شو قصده، لأنه في كذا شق لهالسؤال، يعني لازم يتحدد شوي سؤال. أنا عم يحكي مسيحيا أو عم يحكي كطيار، ومن يحاول أن يأخذ هذا الدور؟ هيدي المشكلة، فيك تشوفها طائفيا من ميلة، فيك تشوفها كمناطقيا من ميلة تانية، كتيار من ميلة تالتة، كحصة سياسية من ميلة رابعة، يعني منه واضح السؤال ولا الجواب. أنا بالنسبة لي يعني حسب الزاوية اللي نحن عم نطلع منها لنعطي جواب على هذا الموضوع. نعم، ومن مستهدف برأيك بعرقلة التشكيل الحكومي؟ الرئيس الحريري من باب إحراجه لإخراجه أم العهد؟ ما في إخراج أساسا، يعني أنا بالنسبة لي المواد الدستورية واضحة، واضحة وضوح الشمس، يعني المادة 64 بتقول أنه بالفقرة 2 رئيس الحكومة هو اللي بيضع التشكيلة الحكومية النهائية وبيوافق عليها رئيس الجمهورية. والعراقيل هي بوجه من؟ الرئيس الحريري أم بوجه العهد؟ العراقيل هي بوجه البلد أكمله، يعني بالنهاية كل فريق سياسي بده يحط صعوبات معينة بيتحمل مسؤولية كاملة، بيتحمل مسؤولية كاملة قدام جمهوره أولا وبعدين قدام كل لبنان. العهد لم يتبنى العهد لم يتبنى الحكومة السابقة، يعتبر أنه الحكومة الأولى بالعهد هي هذه الحكومة، بقيت الحكومة الماضية هيك وكأنها من دون أب يتيمة. هل سيتبنى العهد هذه الحكومة أم كمان برأيك ستكون أفضل الممكن ولن تكون حكومة العهد الأولى؟ أنا بنظري أكيد لازم يتبنى الحكومة الحالية لأنه هي حكومة العهد، وبي الكل لازم يضل بي الكل. نعم، من الحكومة إلى مجلس النواب بدنا نبارك لك. مع أنه نحن يعني أنا وجهة نظري أنه الشيخ سعد هو يعني المرجعية الأساسية بالحكومة، بس أنا عم بلحق التصاريح اللي عم يحكى فيها. خي الكل. من الحكومة إلى مجلس النواب، خلينا نبارك لك انتخابك بثلاث لجان، أنت مقرر للجنة الإعلام والاتصالات، وعضو بلجنة المال والموازنة، وبلجنة تكنولوجيا المعلومات، إياها اللجنة الأحب إلى قلبك. اللجنة الأحب بعتقد بتكون يمكن المال والموازنة. شو السبب؟ السبب أولا يعني من ناحية الدراسات اللي أنا يعني كنت فيها، معني مباشرة بموضوع المال والموازنة، وبنفس الوقت يعني حتى بمجال العمل السابق كان هذا المجال. ومسؤولياتك كمقرر بلجنة الإعلام والاتصالات، هيدي لجنة ساخنة يعني فيها كتير. المقرر شو دوره بالضبط؟ أخذته مانيول من المجلس؟ حقيقة يعني أنا حيكون أول تجربة لإلي باللجان عامة، يعني فبدنا نكتشف شو نكتشف سوا يعني. بدنا نكتشف سوا. من المواضيع طبعا بالنسبه يعني للصلاحيات الدستوريه وكذا اطلعت عليهم، ولكن بدك يعني دائما التطبيق. هو المقرر بحس انه هو راح يكون وجعه الراس عليه، يعني اخر شيء اللي هو بده يعمل الصياغه النهائيه. اجمالا يعني بيكون يعني بنص انه يهتم بالمحاضر والجلسات وكذا وكذا، ومساعد لرئيس اللجنه، فاكيد في مسؤوليات معينه بتوقع على الشخص. بنفس الوقت في خبرة يعني بتنعطى بهالموضوع، ان شاء الله يعني بتمنى اكتسبها. وكيف الكيمستري بينك وبين رئيس اللجنة؟ بما انه رئيس اللجنة انا اولا كنت متوقع انه يكون النائب فضل الله، وعلى علمي استبدل بالنائب حسين الحاج حسن. لا بالعكس، نحن يعني في سيتفرغ لملف الفساد بالحكومة. بتعتقد يعني رح يكون في كيمستري بيناتكم؟ أنا بظن يعني لازم، لأنه بالنهاية الموضوع تقني، وأنا بالنسبة لي باخذ الشق التقني للأمور، يعني ما باخذ شيء شخصي بالشخصي. الشخصي لوحده والتقني والسياسي شيء ثاني. نعم، عندك سياسي وتقني وشخصي. تماما، ثلاث أقسام. إياها بتغلب الثاني. اللي بيغلب أكيد هو السياسي قبل كل شيء، بس لازم تكون استنادا الى شيء تقني، يعني انا اليوم فيني يكون مني معك بالسياسي، ولكن فينا نتفق على انه شيء تقني بيعطي في اولا مصلحه البلد، ثانيا مصلحه المواطنين، يعني هذا الشيء فينا نتفق عليه، واجمالا بيكون واضح، يعني مثل الشمس اسود او ابيض، اذا فيها مصلحه للناس ولا ما فيها. من المواضيع فيك تحكي فيه، يعني ما في زوم انه يكون في خلاف سياسي عليها لهذا الموضوع. من المواضيع الساخنه اللي ممكن تواجهوها يعني هلا بالمجلس والقرارات اللي فيها كمان بعد اخلاقي، هو موضوع تشريع الحشيشه.
زراعة الحشيش، أنت شو موقفك؟ هيدا أولاً لموضوع طبي، منه لموضوع استهلاك استهلاك داخلي. طبعا ما فيك تضبط كل شيء مثل ما التهريب موجود اليوم، حيكون موجود بعدين يعني، ما في طبعا، بس بشكل منضبط وبشكل افضل، لانه على القليله في اجهزه وفي يعني حيكون في اجهزه عم تتابع هالمواضيع. بس هي في العالم كلهم فاكرين انه سعر الحشيش الطبيه هو ذاته سعر الحشيش الممنوعه. لا هو اكيد مش هيك الوضع، بس ما في مصاري كثير جايه. بس يعني انا خليني اقول لك اساسا يعني هيدا الموضوع من وين اتى. في يعني شركة الكونسلتنج العالمية عملت استدي على حسب حاجات، بس اني شكلهم ماكنزي كانوا سامعين كل الجو اللبناني اللي كان عم يحكي بتشريع. هلا هن طبعا عملوا دراسة معمقة على كل المواضيع اللبنانية، وخاصة شو في شيء بيساعد الاقتصاد اللبناني لمحل معين. انت لما عندك موضوع يهرب من الدولة او عم ينشغل فيه بالسوق السوداء، يعني هذا منه ولا فات على دفاتر الدولة من ناحية، ولا فات على حسابات الدولة او اي شيء بيتعلق بالمالية والتفقة. فانت لما فوتت عملت لها تشريع، ممكن كتلة نقدية. نعم، ممكن تنتقل زراعة الحشيشة لعكار، يعني من البقاع لعكار، يعني اذا اساسا ما عندي علم اذا صالحه الاراضي لهيك موضوع. بعتقد المزارعين يمكن في يفيدونا بهالموضوع قريبا ان شاء الله، بس انا اكيد اذا انت في شيء يعني اذا كانت صالحه مع، انا اولا لاغراض طبيه انا مع، طالما هي تحت، لا انه بعكار تستبدل زراعه البطاطا مثلا او المنتوجات، طالما هي على تحت سقف القانون وقانونيه وكل بالعكس انا مع استفاده المزارع بشكل بالزراعات اللي هو بيستفاد فيها. وحتى يعني في افكار تانية لازم لازم تنشغل عليها، وحتى يعني دولة الرئيس عنده تطلع الى ينعمل مثل نوع من بروتوتايب او مشروع مثلا بايلوت بمنطقة معينة بيطلع فيه لقدام المزارع على زراعات بديلة بتوصل فيها للصناعات الزراعية و و و رح نكتفي بهالقدر من السياسة والزراعة، أحسن ما نرجع نكرر المكرر بالملف طبعًا السياسي طبعًا. استراحة ومن بعدها ندخل إلى الأسئلة الشخصية، بريك ونرجع. بلا طول سيره وحلقات صيفيه مع الوجوه النيابيه الجديده، الليله عم نتعرف على النائب الدكتور طارق المرعبي اللي قدر خلال شهرين ونص من بعد الانتخابات يفرض حضوره بالحياه العامه كشخصيه نيابيه طموحه وكلاعب فوتبول بسجل الاهداف. هدفين بس خسر فريقك، شو بدنا نعمل؟ ما انت كنت متوقع تفوت الهدفين لانه صار لك، انا حقيقه فايت بدون توقعات يعني فايتين ماتش نتسلى فيه، مش يعني ما في اي ضغوطات او كذا، بس طبعا اكيد مش فايت اخسر يعني. زرك لكم سامي فتفت يعني شوي، بس كان خايفين يعني، وهيدي فيها فيديو مش ما في شيء من عندنا. لا لا طبعا. انت شكلك كل يوم تبعث له اياه الفيديو، ايه بتذكره فيه؟ حقيقه انا على تواصل مستمر يعني، انا وسامي دائما يعني نتواصل مع بعض، منواكب بعض على كل احداث يعني الجديده وال يعني شو في تطورات، خاصه نحن اشتغلنا مع بعض على قانون الاسكان. كنا يعني كنت جنبه بالمؤتمر، وكان في جنبنا كمان السيدة رولا الطبش وسديمة جمالي يعني كنواب زملاء، فكنا دايما يعني هيك على تنسيق. بما انه الاجواء صيفيه بدايه هالفقره، من شط لشط مع لنا موسى اللي عم بتجول على الشواطئ العامه بلبنان من بعد الرمل البيضاء والسور بالحلقات السابقه، الليله الوقفه بشط صيدا.
بعض أفرائيل بلدية صيدا الملازم سليم الغبان. نحن استلمنا المسبح الشعبي هون بأمر من رئيس البلدية، يعني لهم كل شيء بتشوفيه اليوم تحت أنظار البلدية بالنسبة للحراس، بالنسبة للشرطة، بالنسبة للمنقذين، كل شيء هون under control. ومثل ما شفتوا أمان وأمن، مطاعم إجمالا ما في هون، بس هون في الكيوسك مثل ما شفتي، مثل أنية المي حقها 500 ليرة مثل برا. أي شيء كيس البطاطا أو شيء كله مثل أسعار برا. أنا بحب صيدا. أنا ساكنة بخلدة، بيجي لهون حلو، شط حلو ونظيف ومرتب، ومنش بنقعد ننبسط أنا والولاد. ناوي اليوم تنزل على البحر؟ أكيد لابسة. فرجينا شو لابسة، هات لنشوفك البركيني. كم واحد وشو الألوان؟ هات لنشوف الموضة. كم عندي أسود وفوشيا وهيدا كحلي وأزرق. شايفين مميز؟ جامع الكل، يعني بتلاقي الطبقة العالية والطبقة الوسطى يعني والدنيا، يعني كل العالم بتحسيهم شعبي، اسمه شعبي يعني جامع الكل، يعني ما فيك تاخدي راحتك لأنه كله شعبي يعني. إنه في نظافة والأشياء هيك وقعدة مريحة والأسعار منيحة، أهم شيء. بأكثر شيء بنتشمس بنسبح وبنأرجل. ما الأرجل ما بيجي على البحر، على نظافته للبحر. المات ما جيت قاعدة تشمسنا ما سبحتي. لا ما بسبح، ما لك المايك بلونه. هلا اليوم ما في زبالة، هيا تطلعي بالبحر ما في زبالة، شي حلو كتير. هلا اي مسابح بياخذ البو تاعي 25 و30 دولار هان ببلاش، وخدمة منيحة وطاولة وشمسية وكراسي ومي حلو وكل شي فيه موجود. اللي فيه من المسابح موجودة عندنا هان وببلاش. شو ناطرين يا شو ناطرين يا شو ناطرين؟ هي بس ينظموا، يكون في بس حدا انه ينظم القعدات، ينظم العالم. ما بتلاقي مثلا طاولة هون، بتلاقي حدا اجا بسط حدك يعني حط كراسي وطاولته هيك، فبسط العجقة. لازم يهتموا اكتر بالمسابح العمومية، وهذا الشيء كتير بشجع انه حتى اللي من برا يجوا يقعدوا وينبسطوا اكتر، وبنفس الوقت انه شيء حلو للمواطن كمان لاخر الشهر بيكون منتوب. رغم كل الحديث عن التلوث، طبعا بيضل البحر هو الملاذ الوحيد لنا جميعا هيك لنهرب من التلوث السياسي والتلوث بالفساد وكل يعني القصص السلبيه بالبلد. انت عم تسبح او لا؟ انا بسبح اكيد. نعم، مش ما خفت يعني من موضوع التلوث؟ ما بعتقد في شيء بخوف يعني. اليوم انا بحب يعني زفان، بحب شوف الموضوع من ميلي، خلينا نشوفها من ميلي الصحيه. طلع في حكي انه الشط ملوث بالمعادن وبالكذا وبالكذا والمي ملوثة بهذا، بس انا خليني اشوف كم حالة بالمستشفى. فيه حالة من اصل الاف، منها يعني منها المعيار اللي بيشكل خطر على السلامة. انت عم تسبح بالبحر او بالبسين؟ كل المحلات يعني انا ما عندي مانع. وين محلك المفضل كبحر؟ حقيقة هلا عن جديد هالمدة يعني ما سيقبني هيك، يعني ما سيقبني معلقت يعني. لا ما سأبني انزل على بحر معين، بس شوي وين ما كان يعني حسب الاصدقاء وين. ما في شيء، ما في محل معين. كل اسبوع مثلا كنا بالزمان مثلا محلات، شيء بجبال شيء بالبترون شيء بالجية، مشكل حقيقة. كل من هواياتك الركض اسبوعيا على المنارة مع اصحابك؟ صحيح. كل من بعدك او وقفته هلا؟ اجمالا كل اسبوعين ثلاثة، كل اسبوعين ثلاثة. قللتون؟ لا ما قللناهم، بس ثاقبت اساسا يعني الطقس شوب هلا بهالوقت، ويمكن بيكون صعب يعني بين الستة والثمانية، الوقت مزعج شوي. وما عم يعني ما في غطسة بعد الركض؟ لا ما في غطسة، انا اتمنى بس لا ما في. وبتحب يعني بتحب تشيك يعني شي مرة انت وعلى المنارة ما سألت عبالك تشيك بالماي؟ لا ما في مجال يعني، اذا بتكون هي تحتك في صخر يعني ما بتزبط معك. نعم. بس على المسابح اكيد بحب شيء. نعم. واجمالا انت بتحب البحر او الجبل يعني صيفي او شتوي؟ كل واحدة شيء يعني، كل موسم شيء، بس اكيد بشتاق للبحر لانه يعني اولا حلو الشمس، وبنفس الوقت المي المالحة انا بيعني لي يعني انزل فيها دايما، لانه بيقولوا انه مطهر للجسم. نعم. يعني لكل شيء، للجلد للوجه لل. وهلا مع هيدا كل هال مع هيدا كله انا مآمن انه الشط اللبناني، انا بعتقد انا ماني مآمن فيها التقرير اللي كان موجود واللي طلع على الاعلام، يعني ماني مآمن فيه لانه يعني انا ما عمل لك يعني ما سمعت يعني. انا اساسا في الاف الناس اللي بنشوفها كل يوم والاصدقاء والاصحاب والكذا كله بيسبح بمية البحر، وما في شيء يعني ما حدا لافت على المستشفى ولا واجه امراض جلدية ولا 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 ولا، ولا.
فانا بامن بهال. في خبريه كان في اشاعه بامن بالنتيجه. كان في اشاعه انه في حدا يعني الاول من سرب هذا، لانه طلع اول شيء تقرير بين انه مش صحيح نسب الى جهات رسميه، وطلع الجامعه الامريكيه طلع في حكي انه بناقد. بس هو الشيء الملفت للنظر حدا يعني من المسؤولين عن السياحه على التلفزيون قالوا انه اتضح انه في وراء شركه عم تنظم رحلات الى دول بحريه. خليني اقول لك شغله ثانيه، توقيتها قبل الصيفيه منه صدفه، انا بالنسبه لي بشوفها من هالناحيه. يعني معقول اخر شيء تطلع ما فيني اقول انه اكيد استهداف بس شركة، ولكن اكيد بتشك يعني. يعني معقول كل هالضجه يطلع اخر شيء وراها شركه سفر عم تعمل رحلات لليونان وقبرص؟ احتمال يعني. احتمال ما بتستبعد يعني. انا ما بستبعد ابدا غريب. خاصه انه يعني هذا المكتوب اللي شفناه مضوى على كل شيء سلبيات بكل مناطق لبنان. على كل الاحوال واضح انه في مشكله بالبحر ولازم يعني. بس انا بدي اسالك سؤال كمان، يعني كم حاله شفنا بالمستشفيات؟ كان عم ينحكى انه شيء قصص جلد وما جلد، انا ما سمعت شيء من حدا. رح ننتقل للاسئله الشخصيه بهذه الفقره، رح بلش بطفولتك، انت من مواليد بلده عيون الغزلان بعكار سنه 1985، والدك النائب السابق طلال المرعبي ووالدتك السيده وداد المرعبي المعروفه كسيده مجتمع وكناشطه بالعمل الاهلي. انت الكبير بالعائله وعندك اختين، كنت ورش او كنت عائل انت وطفلك؟ بين اثنين. شو اكثر؟ يعني حسب يعني حسب شو حسب الاشياء يعني. في اوقات مثلا اوقات هيك اوقات هيك. ايه اوقات هيك اوقات هيك حسب. طيب اول كف اكلته بحياتك كان بسبب اختك، كان عمرك 7 سنين وبتقول هالكف مش ممكن. من وين جايبها هالمعلومه؟ بس شو السبب؟ السبب انه كان عندي يمكن هيك شيء تصور بعقلي انه كان اهلي عندهم عصايات اللي بيلعبوا فيها سبور بالبيت، وانا كان عندي تصور من الافلام اللي شفتها انه الصواريخ لما بتحطها بتولعها من تحت بتنطلق، ما مثل علقت لها شقفة كلينكس وولعتها بقت محلها خشبة، بقى اتفشتها هيك بايدي قلت يمكن تطلع من البلكون، واز ضلت وقعت مثل ما هي. انت اخذت اختي قلت لها مشي نشوف وين وقعت، وقفنا على حافة البلكون، كان في يعني كان في بلكون حوض زهور عنا بالبيت وما في شيء تحت منه يعني في هاويه، مسكت لها ايدها ومشيتها، مشينا انا وياها على الحافه لنطلع وين وقعت هالعصايه. فوقت ثاقبت بنت خالي بتشوفنا وبتوصل الحكي للاهل، ووقتها كلنا اول قتله. وهي كانت لانك عرضت اختك للخطر؟ طبعا طبعا. وهيدي اول واخر او كان في من يعني من القصص القليل؟ نعم. الوالد كان دائما يعني بس هي وقت الكف امك او بيك؟ لا الوالد. الوالد. وشو قال كان يعني؟ بمحله يعني كانت بستاهله. واذا بنعاد اذا بينعاد الموضوع مع مستقبليا مع اولادي اكيد بعمل نفس الشيء. انت يعني مع الضرب بالتربيه؟ انا يعني في قصص لما بتعرض اخواتك او حدا من اعضاء عائلتك بخطر بهالقد بهالشكل الشديد، بعتقد اوقات ايه طبعا يعني بيكون بيكون لازم يكون في صدمه للولد ليحس انه عن جد كان عمل شيء غلط. نعم. بالدراسة عشت طفولتك بين بيروت والشمال، درست بالليسي طرابلس وبعدين بلويس فيغمان ببشامون، كيف كنت بالمدرسة؟ يعني كانت اللي بين لا هو حقيقة كمان بين، لأنه أنا لأقول لك شغلة، الوالد أبدا مثلا ما كان يتدخل بقصة السلوك والكذا، كان إنه طالما العلامات منيحة ما في أي مشكلة. نعم. والوالدة كانت دائما تعالج مشاكل السلوكية. نعم. أنت كنت ورش يعني بالمدرسة بالبيت، عائل بالمدرسة ورش؟ متوسط مش نعم. ورش بشكل. طب كان في قصص عبالك تعملها وما كنت تعملها بسبب إنه مين هن أهلك؟ لحد ما اكيد في محلات مثلاً. يعني في محلات ما بدك تعمل احراج لعائلتك في شيء هيك بعده ببالك انه كان مثلا على بالك تروح شي محل او تعمل شيء او شيء معين؟ لا بس طبعا كان دائما مثلا موضوع الدخان مثلا، كنت مثلا يجي على بالي انه انا وكولد انه شو هي هالشغله كذا، خاف من البهدله العائليه انه يعني انت اذا دخنت دغري بتوصل لاهلك.
اجمالا هيك اجمالا، مع انه في تعمل قصص يعني في قصص، في امور ما وصلت، في امور ما وصلت. ايه طبعا طبعا، بس بحس انه دغري بيوصل، شو ما عملت بيوصل هيك. هو بالنهايه في رادارات، هو يعني بالنهايه بلد صغير يعني، كل العالم شايفه كل شيء. انت بتدخن اليوم او لا؟ انا اليوم ارجيلي ويعني دخان عادي، لا مش مني مدخن. أرجيلك كل يوم؟ أو؟ لا لا لا، ما كل يوم أبدا، بالمناسبات بس يعني، مناسبات عادات اجتماعية يوم كل أسبوعين. ببيروت أو بطرابلس؟ بتنين بتلاتة. نعم بتلاتة. بالمرحلة الجامعية درست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ببيروت، صحيح كنت رايح تتسجل هندسة مدنية وآخر تك غيرت؟ هو هذا بداية، كنت مسجل، كنت يعني مقبول بالجامعة الأمريكية بالهندسة المدنية وبالبزنس وبالإيكونومكس، هول الثلاثة هن بيعطوك ثلاث اختيارات، وانا كنت مقدم على ثلاثة ومقبول فيهم. هلا طبعا موضوع نقاش كان انه بين اخذ وعطى، شو بدنا نسجل شو بدنا كذا، والتلميذ بيكون ضايع يعني شو بده يعمل. استشرت الاهل، اكيد الوالدة كانت بتحبس موضوع المهندس المدني، الوالد ما كان عنده مانع بين الهندسة المدنية او شيء تاني يعني حسب. وما بنسى وقتها كان عنا يعني هيك، كان في قعدة مع صديق للوالد كان مهندس، وقت قال لي شو بدك بالهندسة، الهندسة هلأ ما وقتها ومنها منيحة فوت بمجال البانكينج والفاينانس وكذا يعني، كان وقتها عجب. مش حيالة صديق كان فادي النمار يعني مدير عامل شو معلوماتك. بس انت شو كان بدي يعني، امك بدها هندسة، بيك بجد بدك تقلي من وين جيبوا هالقصص بهالتفاصيل؟ عم نشتغل كل هالجمعة. انت شو وين كان قلبك يعني؟ أنا بالنهاية خلصت بالمجال اللي تابع للهندسة، بس بنفس الوقت له علاقة بالمواضيع المالية والكذا يعني. حتى في شغلة تانية، أنا الوالد كان دايما كان حاببني أعمل محامي، وكان دايما يدفشني على القانون. مثلا كنت شوفه يكون موجود على مكتبه يعني، شوف صفحات الدستور معه يقول لي مثلا هيدي المادة كذا كذا، اللي يكون عم يشتغل فيه شغلني معه شوي يعني من هالناحية. وبنفس الوقت كان ياخذك بزيارات، كان ياخذني معه صحيح بالمناطق وكمان بالخدمات بالوزارات او بالادارات الرسمية. تماما عم تعملوا معاملات، بس طبعاً. الموضوع القانوني يعني انا ما فتت بموضوع المحاماة الا لبعد ما خلصت الجامعة الامريكية وسجلت ماسترز بلندن، عملت ماسترز لو ان اكاونتنج بلندن سكول اوف ايكونومكس. هيدا كانت الشق اللي شوي له علاقة بالقانون، بس بيجمع بين القانون والمحاسبة. نعم. هذا كان يعني النقطة الأساسية. نعم. اللي قلت له للوالد أولا أنه فشيت له خلقه، بنفس الوقت بتشكره على هالدفشة، لأنه حقيقة شغلي مجالين مجموعين ببعض. وهلأ رح تشوف قيمتها يعني، هلأ قيمتها أكيد، خاصة بالمجال مجال المجلس والقانون وال يعني كل. نعم. الأمور بتتابع بعضها بتلحق أنت بعض. يعني بين يعني خلصت البي اي بالاي بي، بعدين ماسترز بالالي يو، وبعدين كفيت دكتوراه بين لندن وباريس. اول سفره لك للخارج للدراسه كانت بجنيف، وجنيف بتقول كانت اجرب يعني بما انه اول تجربه أول. كانت اصعب تجربه بحياتك، لانه لاول مره صرت انت متكل على حالك. كانت صعبه وحلوه بنفس الوقت. شو هيك شو اول صدمه لما البيك صار لحاله؟ انا بالنسبه لي موضوع اللقب يعني عائلي، بس يكتسب يعني مش بالنسبه للصدمه. اول صدمه كانت يعني بعشاء، كان عندي صديق كان موجود بالعشاء، عم نسال بعض، عم يسالني شو كذا شو حنعمل شو وين حتكون موجود هالصيفي. قلت له والله نحن انا طالع على جنيف يعني حاشتغل هونيك كذا. هو قال لي عم تمزح اكيد، قلت له لا ما عم امزح. قال لي انا كمان، انا تخيلته هو عم يمزح معي. ما كانت صدمه ايجابيه انه اول عنا صديق، في حدا بتعرف يعني، في حدا مش انه طالعين على الجهود. الصدمه الثانيه ثاني نهار، الصدمه الثانيه لما وصلت لهونيك، وصلت يعني ما عدا انه يعني البيت اللي كنت نازل فيه كان مأمن موقعه وكذا كله يعني على التليفون و كل هالامور، بس وصلت على واقع انه طب انا هلا وصلت على البيت شو بدي اعمل. كان يوم سبت او جمعه، عفوا كان يوم جمعه بالليل، وفي عندك سبت واحد ليبلش اول يوم عمل تنين. بقى كان عندك سبت واحد وانا يعني ضايع، مش انه يعني شو بدي اعمل. وكان اول صدمه موضوع الغسيل يوم الاحد يعني، كان عندي هيك قلت بدي اتعلم موضوع يعني الغسيل وكذا، لانه احنا معودين انه الوالده بالبيت هي بتقوم بكل هالاعمال.
ف حقيقة انا قد بوصل من هون وخلص بظبط حالي يعني منها هالشغلة شو بده يكون فقسة فقسة وصلت لقيت لك ركلة فيها شي 50 فقسة ما اتصلت وكان في سكايب يعني اول ايامات سكايب منيح اللي في سكايب منيح اللي في سكايب اول شيء اتصلت فيه على التليفون قلت لها هيك كيف بدها كيف بدنا نعمل شو بدك تقول لي اي نوع مكنه اي كذا ما كله مثل بعضه ما قالت لك شو غسيل قالت لي اساسا شو من هلا بلشت تغزل ما لك يومين واصل قلت لها بس انه عاوز لانه ثاقبت كان في شغله ناقصه معي يمكن المهم على السكايب تعلمت يعني. على السكايب فتحنا سكايب وقلبناها على المكنه وكذا ومش الحال تعلمت يعني يمكن لو اليوم ما كنت راح تتصل بوالدتك على السكايب كنت فات يوتيوب هلا لو اليوم يوتيوب كان سهل هلا كعوقتها كان في يوتيوب بس ما كان يمكن ما كنا سمعنا بعد ما كانوا حطوا كيف بيغسلوا على اليوتيوب كان بعده جد ما كان في هاو تو يوز واشنج ماشين اشتغلت بمراحل مختلفه بالقطاع المصرفي وبالشركات الماليه بين جنيف ولندن ودبي خلال دراستك وما بعد خلال عملك بالخارج كنت تفكر انه شي مره قلت ما راح ارجع بقى على لبنان خلاص بدي بلش حياه جديده متصدق لا بالعكس ابدا انا من اول يوم من اول ما طلعت على العمل بجنيف كان ببالي من اول ساعة امتى بدي ارجع على لبنان يعني بس اكيد الخبرة اللي اكتسبتها هونيك ما بتكتسبها ولا محل يعني نعم. العمل بالمؤسسات جدي ويعني هونيك ما في مزح ابدا نعم. العمل لازم يتم بجدية وبشكل مزبوط يعني وبشكل افيشنت نعم. مثل ما بيقولوا بس في فرق انت اشتغلت بلبنان كمان بمصرف لبنان لسنتين صحيح. في فرق بين انه شاب طموح دارس يشتغل بلبنان ويشتغل خارج لبنان ليك اول صدمه كانت نحكي حقيقه انه انا كنت احسب حالي انه دائما كنت يعني اجيب علامات منيحه مقبوله ومن الاوائل بالصفوف وكذا مش من الاوائل يعني ايام كنت بالاواخر وبعدين يعني حسب هيك وهيك من بس انت تعتبر محظوظ بس وصلت محظوظ على الصعيد العلمي اكيد وصلت لهونيك اول صدمه كانت الشخص اللي كان جنب مني بنفس الموقع بالعمل كان بيحكي مثلا 5 لغات هذه كانت صدمه نعم صدمه ايجابيه انه نحن اكيد كلبنانيين بنشوف حالنا انه نحن فهمانين ومن من الشعوب الاكثر تقدما في الشرق الاوسط بس المنافسه برا واذ بتتفاجئ انه المنافسه برا قويه جدا بشكل انه ما كنت متوقعه بهالشكل نعم ويمكن شوي فيقتني على انه اعمل شهاده اسمها سي اف اي سيرتيفايد فاينانشال اناليست بالوقت اللي كان عندي اياه ما بعد العمل ما بعد دوام العمل نعم. بالسياسة انت من عائلة بكوات ويمكن من الشخصيات القليلة اللي بتنتمي اليوم للبرجوازية اللبنانية التقليدية بمجلس النواب خاصة انه والدك نائب لوقت طويل وجدك نائب والمراعي دايما ممثلين بمجلس النواب عائلتك هيدا حمل عليك بتشعر بهذا الحمل انه انت عندك ارث عائلة بدك تكفيه او بتحس حالك حر ومحرر منها هو حمل ونعمة بنفس الوقت يعني انا بفتخر بعائلتي كعائلة كبيرة يعني حوالي التفت حوالي ودعمتني ووقفت جنبي بالسياسة كما كانت واقفة بجنب الوالد بالسابق يعني نحن هي فعلا كانت واقفة بجنب الوالد بالسابق ايه طبعا صار في انقطاع لا بالعكس ما في انقطاع يعني في يعني في مراحل يمكن هو العائلة كبيرة ومتشعبة وفي عندك كذا شعبة وكذا جب وكذا ودائما يعني نحن بدنا نحكي بالماضي كانوا يتنافسوا بين بعض طبعا تنافس شريف يعني مش في الانتخابات النيابية فبالمبدأ يعني في عندك أساسا المصلحة العامة اللي هي مصلحة العائلة العامة وعندك المصلحة المصالح اللي هي بالتشعبات اللي تشعبتها أكيد بدنا نميز بين هاي وبين هديك نعم. لما ننتقل للمرحلة اللي هي اليوم نعم. أكيد العائلة موحدة ويد واحدة وأنا نعم. بفتخر بهذا الشيء نعم. وبنفس الوقت بالنسبة لي كمان مسؤولية واحد لازم يكون قد نعم. لازم يكون قد يعني التطلعات والمسؤولية اللي بتواكب الموقع اللي نعم. احنا فيه بس اجمالا يعني انا وعم بستعرض قصة حياتك عندي شعور دكتور مرعبي انه انت من لحظة ولادتك كنت مشروع نائب عند اهلك هل السياسة خيار انت اخدته او هو خيار العائلة هو 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 مزيج من اثنين لقلك ليش مزيج من اثنين يعني انا دايما كمان بحب اطلع مثلا على القطاعات الثانية
على مثلا المهندسين، على الاطباء، على الكذا. انت لما تشوف كولد الوالد مثلا عم يشتغل بعمل ما وبتبلش تتعلم منه، اولا بيربى يعني نوع من محبه تجاه هذا العمل. بس انت بتحس انه والدتك، خاصه والدتك، اشتغلت عليك يعني هيك فصلتك لتكون بس لا لكفيلك انت النقطه يعني. لكفيلك النقطه الاساسيه، النقطه الاساسيه انه انت بهمك يعني بالنهايه انت تاخذ او تتشرب هالموضوع او يعني المتطلبات اللي هي مثلا الفهم القانوني الدستوري، العلاقات مع الناس، محبه الناس، الاخذ والعطاء، العمل الاجتماعي. هيدي كمان بدها شويه يعني محبه من لهالعمل. يعني كمان ما كل الناس بتحب العمل الاجتماعي او العمل السياسي او كذا، وهيدا من ناحيه انت بيربى معك. يعني محبه الناس شغله اساسيه انا بالنسبه لي متعلق جدا فيها، وربيت ببيت مفتوح وكذا. يعني انا بالنهايه بهمني هذا الشيء لانه تعلقت بالناس والناس تعلقوا فيه. نعم. هلا بنفس الوقت طبعا الاهل بيوجهوا الاولاد، يعني كيف بيوجهون؟ بيشوفوا اذا في كفاءات معينه، لانه في محلات معينه، ما بدي احكي عن السياسيين، خليني احكي عن الاطباء مثلا، في شخصيه طبيب، والاولاد بيعرفوا، الاهل بيعرفوا اولادهم شو شخصيتهم. نعم. وكيف انت سياسي اكثر او رجل اعمال اكثر؟ انا يعني السياسه طبعا بلشت من خلال من 3-4 سنين، يعني قبل ما كان عندي تلامس مع الحياه السياسيه. يعني تيار المستقبل وصرت عضو بالمكتب السياسي. صحيح. بالماضي اكيد كنت يعني متعلق اكثر بالاعمال او نشاطي اعمال اكثر ما يكون سياسي. وبرايي يعني كان يعني خيار، كيف حسبتها لدخلت بحزب سياسي وما كفيت عملك السياسي كابن عائله سياسيه بعكار؟ هل كان عندك هيدا الخيار انه هل ادخل الى تيار المستقبل وبشتغل السياسة من خلال تيار المستقبل، او ابقى مستقل بعكار كنائب ممثل منطقتي بعكار؟ لا لك شو، مثل نحن انا بالبداية مستقل. صحيح. انا بالبداية ايام الجامعة مثلا نحن يعني انا وعيت يعني بلشنا نوع على الحياة السياسية بالجامعة او شوي قبل بالمدارس، لانه كنت دايما مواكب الوالد والعمل السياسي والعمل الاجتماعي. هلا الوالد طبعا من مده يعني انا من وقت ما خلقت وفتحت عيوني على الدنيا وبلشت افهم شوي، كانت ما بعد التسعينات. بعد التسعينات طبعا كان مواكب الرئيس الشهيد طوال مده عمله، وكان على يعني من فريق عمله الخاص، يعني كان دائما موجود جنب منه وبتابع يعني الاعمال، حتى كان بلجنه صياغه الطائف معه وما بعده بلجنه صياغه السوليدار و و و يعني كان كل من المقربين يعني لرئيس الشهيد. انا طبعا شربت هذا الموضوع يعني، وصار في عندي حب تجاهه، تجاه العقلية، تجاه لما تشوف خاصة بتشوف خط سياسي معين تقتنع فيه. وصلنا بلشنا العمل الاجتماعي ايام الجامعة. ايام الجامعة انا خط الانتخابات بحسب الصداقات، وصداقاتي كانت معظمها بتيار المستقبل، يعني معظمها كصداقات شخصية. انتخابات بالجامعة. بالجامعة. بشباب المستقبل. بشباب المستقبل. معظمهم كانوا اصحابنا اللي اليوم بعدهم مستلمين قطاع الطلاب و و و. وكان حتى يعني بوقت الشيخ احمد موجود بالجامعة، كنا بالايوبي بنفس الوقت، يعني نحن في فرق سنتين بين بعض. مين مسبق التاني؟ لا الشيخ احمد قبل مني. نعم. فنحن انا بدي يعني بدي وصلك على العمل السياسي كيف وصلنا لهون. طبعا انا في محبة يعني تجاه هذا الخط المعتدل، وهذا قناعاتي يعني اساسا وقناعات الوالد. نعم. فلما وصلنا لمحل كان الوالد دايما على تنسيق مع دولة الرئيس الشيخ سعد، يعني ما بعد الاغتيال صار في يعني هيك كذا لقاء، وانا كنت موجود جنب الوالد. وفي يوم بيستدعيني دولة الرئيس بيقول لي انه انا بدي اياك تكون موجود معي بالمكتب السياسي. وإذ هيك كانت يعني، بس انا كنت دائما يعني عم يعني بالعمل السياسي وموجود يعني بالنشاطات الاجتماعيه. نعم. و و وما كان يعني ما كان ابدا يعني ما كنت متوقع يعني ما شو حيجي من بعدها. فهيك بلشت، هيك بدايه العمل. نعم. السياسي كانت. رح عندي اسئله عن عكار رح ناجلهم بعد شوي، بس من يومين كان عندك اجتماع مع رئيس الجامعه اللبنانيه بخصوص فرع للجامعه اللبنانيه بعكار، في شيء يعني قريبا رح يكون على؟ لا لك شو، انا حبيت يعني استوضح شو موضوع يعني شو العرائيل اللي هي موجوده مشان نوصل للانشاء. انشاء فرع للجامعه اللبنانيه؟ انشاء فرع للجامعه اللبنانيه. كل الكليات اللي موجوده ضمن الفرع.
هلا نحن اللي حسب ما فهمته انه في وكاله التنميه الفرنسيه هي اللي حتكون من الدكتور ايوب، يعني هي اللي حتكون عم تنسق التنسيق الاساسي. وطبعا لما يكون العمل بيد الوكاله بيكون اسهل واسرع، يعني لنوصل على الانجاز اللي بدنا اياه. نحن بهمنا الانجاز، نحطت المراسيم الاساسيه للجامعه ونحط التمويل الاساسي اللي هو حوالي 30 مليون، بيبقى شوي يعني مبلغ زيادة إضافي. أنت طبعا ما فيك تبلش شيء قبل ما تكون رصدت الأموال كلها كافية، فعلمت من دكتور أيوب أنه في المبلغ الإضافي بدها تكفل فيه الوكالة للتنمية الفرنسية، وهذا شيء إيجابي جدا، لأنه أولا بتأكد أنه ما في تباطؤ بالشغل، وبتأكد أنه حيخلص المشروع. هذا اللي بدنا إياه، نحن بدنا ننجز هالموضوع ويكون موجود للطلاب يبلشوا ويكونوا. هذا الشيء طبعا بيخدم المنطقه بحد ما بيخدم المنطقه من كذا قطاع، من كذا ميلي، يعني اولا اللي اولا من كل الميلات، يعني توفير العلم هيدي شغله اساسيه. بس كمان عندنا وجه ثاني اجتماعي يمكن نحن ما بيلاحظوه بالمناطق الثانيه. نحن كمنطقه عكار اجمالا تبعد حوالي ساعتين او ساعتين ونص حسب العجقه عن بيروت او عن عواصم الثانيه اذا بده يقصدها الواحد بالعلم. عن طرابلس ساعة وشوي أوقات، يعني إذا في عجقة، إذا ما في عجقة نص ساعة ثلاثة أرباع الساعة. نحن اللي بهمنا أنه كمان الصبايا اللي موجودين عم يتعذبوا، عم ينزلوا ياخذوا فويات، وأوقات عم يتبهدلوا على الطرقات و و و وكل ما يتبعه. ونحن يعني إجمالا طالعين من بيئة متحفظة، فما فيك توصل وتفوت على، يعني عم تبعت على محلات تانية عم يتعرضوا لأشياء ما لازم يكونوا موجودين فيها، بتغنيهم من كل هالموضوع إذا موجودة جامعة جنب منا. طبعا هلا في إلى إيجابيات اللي هي الانفتاح على الآخرين و و و بس، ولكن هذا لازم يكون في خيار بهالموضوع، يعني لازم يكون الشخص أو العائلة، لازم تكون الجامعة اللبنانية موجودة، لازم تكون الجامعة موجودة، ولازم تكون التنقلات سهلة، أهم شيء التنقلات سهلة، ولازم يكون عندك أنت الخيار، مش إنه والله مجبورين إنه ننزل على جامعة بعيدة أو كذا لنقصد العلم، لأنه بالنهاية عم نقصد العلم لنفتح بيوت لكذا لكذا. طبعا عكار بتستاهل فرع للجامعة اللبنانية. استراحة من بعدها كومبو الصيف. تستاهل فروع. بلا طول سيره وضيفنا الليله النائب الدكتور طارق المرعبي. بلشنا الكومبو الصيفي وبينضم لنا بدايه علي شحاده وكريستينا فخري، اهلا وسهلا فيكم. قبل ما يشرفونا بقيه الشباب رواد حبيب وبشاره غاوي ولانا موسى بعد شوي بفقره الكومبو، التركيز هو على فهم جيل الالفيه اللي عم بيسيطر شوي شوي على العالم وعم يفرض ذوقه وخياراته على بقيه الاجيال. اول نائبين بتاريخ لبنان بينتموا الى جيل الالفيه هن ضيفي طارق المرعبي والنائب سامي فتفت اللي بلشنا معه هالموسم. اذا ما حضرتونا بالحلقات السابقه، جيل الالفيه هو الميلانيالز او هو الجنريشن واي، يعني مواليد بين 1985 و95، في مصادر تانية بتقول بين السنوات 1980 و1995. على كل الاحوال سنتين بتطالع سنتين بالناقص، مش رح نختلف كريستينا، مش مختلفين. كريستينا فخري هي اللي عم تعرفنا على خصائص هالجيل بناء على دراسات عالميه معموله وايضا بناء على ابحاث هي عم بتقوم فيها. بما انه عم بتوجه للناس انه اللي ما حضرنا بالحلقات السابقه فيهم يرجعوا يحضرونا على اليوتيوب على كل الاحوال، مزبوط انت صار لك 5 سنين مش حاضر تلفزيون بشكل منتظم؟ بشكل منتظم مزبوط صحيح. يعني انا يعني دائما في قصص حلوه وقصص بشعه، هاي بدنا نعتبرها من القصص البشعه لحدا بيشتغل بالتلفزيون. لا اقول لك شغله، في يعني انا لما نقلت على جنيف وعلى لندن تعودت انه شوف تلفزيون بشكل دائم، يعني بشكل شبه يومي. يعني مثلا كنت خلص شغلي وصل على البيت، اذا ما شفنا حدا من اصحاب او الكذا او الاصدقاء اللي موجودين شوف شيء مثلا على التلفزيون، ان كان ال شو بيسموه المسلسلات او شو ما كان او افلام على التي في يعني او فطبعا تعودت يعني نوعا ما تابع مثلا مسلسلات معينه. جيت على بيروت، جيت على لبنان، اكيد العمل يعني لما يكون في اولا العائله كبيره
يعني من ناحيه كل يوم عندك تلفزيون بالبيت كل يعني يوم في شيء في تلفزيون لك بالبيت. طيب شو اخر شيء بتتذكر انك تبعته بلبنان انت وصغير او انت وكبير بعدين؟ يعني ذكرياتك التلفزيونيه يعني الاخبار شو؟ طبعا دائما يعني من دائما مسلسلات او برامج بس مسلسلات لا مثلا رمضان الماضي كان في كم مسلسل تبعتهم والحالة حتى شوي يعني مثلا يكون اوقات بس انه حاضر يعني عم تحضر تلفزيون شوف في ببيتك تلفزيون خليني ابلش لا اكيد في ببيتك اكيد تلفزيون. اكيد اكيد ما في شك بس لانه عندنا ضيوف ما عندهم تلفزيون ما عندهم نهائيا لا لا بالعكس اكيد بس ما عم بيسائب مثلا تشوف شغله كامله يعني طب شو برنامج مثلا اخر شيء بتتذكر علقت فيه قبل هالكم سنه يعني اذا بدي ارجع لذاكرتك التلفزيونيه شو هي يعني احنا عم يعني نرجع هون التسعينات مثلا هيدا يعني رمضان الحال اللي كان من شوي مثلا كنا نكون عند ان كان عن اصدقاء او عند يعني ناس كون من العائله نشوف الهيبه كان كل كمسلسل لبناني كان موجود مع انه هالسنه يعني كان يمكن مش موفق مثل السنه الماضيه بس كان يعني احدى المسلسلات اللي كنت عم تابعها طب بتعرف شو اسم برنامجه السابق قبل هيدا قبل بلا طول سيره شو كان اسم برنامجه؟ لا هو ما عندك ولا القديم قديم من بلا بس شو منه يعني منه جاي على بالي حاليا بس كنت اكيد كنت تابعه بس شو اسمه؟ عم حاول اتذكر شو اسمه عندنا وقت يعني هلا فينا نعطيك بالسين بس شو بالضبط ناس هيدا اسمه بلا طول سيره هيدا ساعدنا شوي طيب طيب كريستينا طبيعي انه ما يكون بيحضر تلفزيون بما انه بينتمي هو من خصائص الميلينيالز انه ما بيحضروا كثير تي في سو اكيد هذا شيء طبيعي نعم طيب هو طب على استعين فيها لكريستينا جنبني كريستينا كمان ما بتعرف على كل الاحوال شو اسم برنامج شو سيره وانفتحت سيره تماما سيره وانفتحت هلا تماما لا والله شو يعني اسمه شو اسمه البيت؟ تجي ببالك بس انا ساعدتك قلت لك بلا طول سيره قلت كان لازم لك سي بلا طول سيره بس كنت تحضر سيره انفتحت مثلا؟ ايه اكيد بس انا معود اجمالا يعني بيكون عندك عجقه اكثر من هيك يعني الكذا حلقه اللي شفتهم كانت معجوقه شوي استوديو بيكون في حضور كان عندنا بطل كان لازم تجيب اودينس اقول لك نرجع عليها موضه قديمه الاودينس موضه قديمه بطلت هلا على السوشيال ميديا يعني صار الاودينس يعني على السوشيال ميديا اكثر اليوم شو المصدر الاساسي لك للاخبار تلفزيون او اكيد التليفون. او تليفون أو اكيد تليفون تليفون طبعا وفي مواقع اخباريه بتتابعها كل الوقت في مواقع معينه على كمان على الواتساب يعني بيضل بيجيك نعم. طبعا بيجيك قصص اللي بتهمك يعني نعم. اجمالا وبتحس حالك اوقات ضايع انه عم يجيك قصص على الواتساب بس منا من مصادر بتعرفه في اشياء منا من مصادر موثوقه وفي اشياء يعني لقلك شو لزته الواتساب انا يعني فايت على كذا مجموعات محليه بمناطق معينه بعكار مثلا في مجموعات بهيدي المنطقه وفي مجموعات بمنطقه ثانيه توصلك الاخبار اللي بتوصلك الاخبار اللي بتختص بالمناطق المعينه يعني انت بهمك شغله بتوصلك اما على التلفزيونات مثلا ان كانت على التلفزيونات او على نعم على اليوتيوب او على الفيسبوك او كذا ما فيك تتابع نعم. شغله محليه بتخصك نعم الجروبات سايلنت حاططها او لا لا ما في شيء مش سايلنت فور وان يير ابدا نعم استاذ طارق من جيل الالفيه بس مع تويست هو نائب وبيك ودكتور وابن بيت سياسي بدنا نجرب مع كريستينا نعرف اذا انت فعلا بتمثل جيل الالفيه او لا لانه عندك هذا التويست الاضافي طلعت من كريستينا امتحنا لك ايه امتحان طلعت من كريستينا تحضر لنا 10 اسئله أوكي. بس احسن ما تزعل انه هي عم تسالك اياهم انا رح اسالك اياهم وراح اسالك 5 اسئله من الاسئله هيك لنعرف نحدد فعلا تقول لنا النتيجه اذا انت ميلانيال جنريشن واي لازم نجيب لازم نجيب نص الاسئله ما بعرف هي كريستينا بتقول لنا بس هي يعني لنشوف قد ايه انت بتمثل جيلك او قد ايه بعد في يعني من عائلتك ومن تقاليد عكار فيك لانه انت بنتيجه اكيد مزيج من اثنين بنتيجه انت بدك تطور هيدي التقاليد لتاخذها تو ذا نكست ليفل تاخذ نفسك وتاخذ المنطقه بالنتيجه اليوم انت عم تحكي بجامعه بمنطقتك وهذا شيء يعني اذا طلع من الاستقلال لليوم ما صار يعني منطقتك بحاجه لهالدم الجديد اللي بده يجيب لها جامعه كاول انجاز هل بتتوتر السؤال الاول هل تتوتر بس تكون بطاريه تليفونك عم تخلص وما معك تشارجر اكيد ما في شك مثل كل يعني مثل كل اصحاب والاهل واللي يعني
يمكن كل اللي بشوفهم لما بيفضى بطارية التليفون أول شغلة إنه وين بدنا. بتحس حالك ضايع؟ ما بحس حالي ضايع، بحس حالي لازم أمن بديل لعبي البطارية. نعم. يعني بتحن ل يعني أواخر التسعينات وأوائل الألفينات، ومين فرقتك المفضلة الموسيقية المفضلة من مرحلة طفولتك؟ كنت اسمع شوي من كل شيء، يعني ما عندي شيء معين مفضل، بس اكيد يعني اكيد بالنسبه لي الفتره كانت فيها نوستالجيا معينه، يعني اكيد ما في شك. نعم. في اسم فنان او فنانه او فرقه موسيقيه هن يعني بس لك غنيه؟ مجموعه اغاني. نعم. شو القصص البلا طعمه الضروريه، هاو الاكسسوارز البلا طعمه بس انه ما فينا نعيش بلاه هون، اللي بتحنلن من مرحله الجامعه؟ اشياء لها علاقه بالتسليه وال يعني مثل شو؟ مثلا كان في ايام اليويو اللي كانت بالايد، هذا يمكن كمان انتم كنتوا. هذا عم تفنس؟ لا ما فنس. نعم اليويو مزبوطه كانت مزبوطه. طيب عندك البوغ اذا سامع فيهم؟ شو هي اللي كانوا البوغ هذول؟ اوكي كانوا يجمعون، يعني كنا نجمع مثل البوكيمون. أوكي. مثل البوكيمون. اجت ايام كمان البوكيمون الالعاب. نعم. اللي ايبود ايبود طبعا. عندك بعد ايبود تستعمله او خلص صار شيء؟ عندي التليفون. التليفون هو ايبود. بتحنن له للايبود تبعك؟ لا لانه التليفون موجود. نعم. محله جيم بوي. الجيم بوي كمان اكيد. نعم. انا مثلا مستمع ما بعرف، انا ما بعرف شو الجيم بوي. بلاي ستيشن جيم بوي كله. نعم. بتفضل تصرف مصاري على سفره ممتعه تروح تنبسط ام تشتري شيء غالي، شيء ديزاينر تشتري ان كان بالتياب او لوحه او مفروشات؟ لا اكيد سفره مع الصحاب. نعم. مع الاهل مع العائله اكيد. نعم. كريستين يعني هو سابون كيلون كل الميلاني الانسرز اعطاني اياهم برافو مع انه وي ديدنت ريهرس قبل. اول شيء رح بلش من اخر سؤال اللي هو الاكسبيرينسز اذا بنقي سفره او بنقي شيء ديزاينر. المعروف عن الميلينيالز انه هنا بفضلوا اللايف ستايل، بفضلوا البلاجرز الصغيره والسريعه على الاشياء اللونج تيرم، يعني مثلا بدل ما يقعدوا يجمعوا ليشتروا بيت او يشتروا شيء كثير كبير بفضلوا يكونوا عم بيسافروا يعيشوا اكسبيرينسز او خبرات مع اصدقائهم مع اصحابهم على انه يكونوا عم يمتلكوا شيء، وهذا الشيء هو اكيد قال عنه. وبتعتبري انه اجبته ميلانيال يعني بيمثل هالجيل من النوستالجيا لحتى اول سؤال سالته اياه، يعني كل الاسئله تقريبا. سبسيون خصائص الميلانيالز اللي كان سبق وحكينا عنها وكمان رح نكمل. نعم. بالجمعه الماضيه ركزتي على الاعمال الميلانيالز بالبزنس، اليوم بدنا نحكي عن الميلانيالز بالحب بالعلاقات الاجتماعيه وبالمصاري. خلينا نبلش بالمصاري، شو خصائص الميلانيالز بالمصاري؟ بالمصاري بلشنا نحكي شوي الجمعه الماضيه انه كيف هن بيعرفوا يعملوا بادجيتينج، مع انه كثير بنسمع عنهم انتقادات بس بالبادجيتينج ترى هن ايفن افضل من الجينيريشنز الباقيين. اما بالنسبه للاشياء اللي بيصرفوا عليها اكثر شيء، اكثر شيء بيصرفوا على الجروسريز، يعني يروحوا على السوبر ماركت. انا حسيته شوي شيء غريب لما عرفت بهذا الشيء، بس مع انه بيصرفوا كثير على الجروسريز كمان بيصرفوا اكثر من باقي الجينيريشنز على الداين ان، انه يروحوا يتعشوا او يتغدوا بمحل وعلى التيك اواي اكثر من الاكل بالبيت. مش بالضروره، مع انه بيصرفوا على الاكل بالبيت كمان بيصرفوا اكثر، يعني كثير بيهمهم الاكل ابيرنتلي. انا ما كنت عارفه هذا الشيء. من بعده بيجي عنا يمكن مشان هيك بنشوف هلات في صور اكل مزبوط. يعني على انستغرام يعني جيل الاكل مزبوط، يعني بيطلبوا اوقات اكل ليصوروه اكثر ما انه ليأكلوه. نعم. ليترلي يعني هذا الشيء وبيحبوا الاكل او ما بيحبوه او بيحبوا المطعم او ما بيحبوه حسب اللايكس اللي اجتهم. مزبوط. على مزبوط، وحسب الصورة من اي انجل مأخوذة وهيك. تاني شي بيجي عنا الترانسبورتيشن، هنا بفضلوا التنقل بسيارتهم الخاصة على الببليك ترانسبورت حتى بأمريكا، ما عم نحكي هون بلبنان، الدراسة هيدا صارت بأمريكا. واللي بيجي بعدها هو السيلفون بيلز اكيد، لأنه بيحكوا كتير على التليفون بيبعتوا كتير مسجز، سو هدول هن الأشياء اللي بيصرفوا عليهم أكتر شي. بس أهم شي نعرفه عن صرف الميلانيالز إنه بفضلوا الإكسبيرينسز، بفضلوا التمتع باللايف ستايل ويكون اللايف ستايل تبعهم حلو على انه يكونوا عم بيحرموا حالهم اشياء كثير ليصمدوا مصاري ليشتروا اشياء كثيره. نعم. وهذا الشيء اللي بيميزهم يعني عن باقي الجنريشن. نعم. وكمان شغله مهمه كمان بالنسبه لموضوع المال، هن بانه بمشاركه الثروه مع الاخرين بالمجتمع، يعني اذا بدنا نقارنهم بالجنريشنز اللي قبل، لما هن يعطوا للتشاريتي او يعملوا تبرع بيعملوه من تلقاء نفسهم، ما بدهم تشجيع ليعملوه،
بعكس الجنريشنز اللي قبل يعني بتحس انه مستحي وبدك تعطي حدا، هن اغلبيتهم بيعطوا من تلقاء نفسه. عمل الخير يعني هو جزء من القيم تبعه او المساعده. صحيح، وهيدا اكيد بيرجع للجلوبلايزيشن وانه صار العالم كله يعني تقريبا مثل منطقه واحده، وفيهم يعملوا ايدنتيفيكيشن كمان مع الاشخاص الثانيين. نعم. انا سالتك اربع اسئله، بعد في سؤال خامس سيركو يعني للاخر شيء هو عن الحب والزواج، وبدي اسالك اياه يعني على طريقه المجلات الفنيه، شو اخبار القلب؟ القلب تمام. انت بعلاقه مرتبطه؟ ايه انا خاطب. اكيد خاطب. مين؟ اسمها نادية حرب. وعم تفكروا بزواج قريب؟ ايه طبعا طبعا. نعم. هالشيء معلن او يعني ما بت... ايه اكيد اكيد، يعني خطبه عائليه يعني مش موسعة يعني، بس ولكن عائليا على صعيد عائلي. وامتى عم تفكروا بالزواج؟ نعم نبحث قريبا يعني نكون قريبا يعني خلال سنة او سنتين. لا لا قبل. قبل الحكومة او بعد الحكومة؟ انا متفائل ان الحكومة الجمعة الجاية. مستعجل تتجوز وتكون عائلة؟ ماني مستعجل يعني، هي ما قصة عجلة، قصة كمان بدك تعطي الشغلة وقتها، مثلا يكون يعني يكون كل شيء منظم، يكون كل شيء. حاسس هلا الوقت المناسب؟ هلا وقت منيح للتنظيم ولل يعني ليكون شيء منظم طبعا. وشو حبيت اكثر شيء بخطيبتك؟ يعني شو اللي جذبك فيها؟ انت بعد ما رقت من اول حلا بعتقد من هلا ورايح رقبه مني. كذا هي يعني اكثر شيء شو حبيت فيها؟ طبعا الجاذبيه، يعني اول شيء الانجذاب لها، ويعني هيدي اول شغله، وبعدين شخصيه وكذا، لانه بتكتشف شخصيه ما بعد. شو اكثر شيء بتحب فيها؟ هلا هي عم تسمع اكيد. كذا شغله يعني يعني مجموعه امور اكثر شيء. خلص شو بدك فيه. لا جد يعني هي بالاجمال يعني كل شيء فول باكج. فول باكج اكثر شيء بس خطيبه. انجذاب لها من اول يوم. نعم. من اول كان من اول نظره. من اول نظره صحيح. التقينا بمحل عن اصحاب بالشمال، كنا عند بحديقه صديق لي، وكان يعني كان في انجذاب من اول يوم. من اول يوم او من اول نظره؟ لا من يعني من وقتها. من وقتها بس اخذت وقت يمكن لحكينا مع بعض ولا كذا بعد وقت. قديش صار لكم يعني؟ اي سنه تعرفتوا؟ نحن لما التقينا اخذت وقت لبلشنا نحكي مع بعض، لانه كان في يعني اصدقاء هن قاموا بالخطوه ليكون في تعارف وكذا وكذا، ويعني من هونيك بلشت. وبتعتقد يعني كان مدبر اللقاء بيناتكم؟ لا لا بالعكس ابدا، كان طبيعي جدا، وما كان عندي يعني ما كان عندنا علم اساسا، ما عندي يعني ما عندي علم كان انه هي موجوده او كذا، وحتى ما بعرفها نهائيا يعني، ما في معرفه سابقه. والصدفه انه نحن ساكنين جنب بعض يعني، طلعنا بال يعني كمان جنب بعض. وين؟ ببيروت او صحيح ببيروت. مع انه هي كمان بالشمال يعني شمال القلب شمالي. القلب شمالي. كريستينا، جيل الألفية بالحب وبالعلاقات كيف فينا نوصفه؟ فينا نقول اول شيء اهم ظاهره او تندنسي فينا نحكي عنها هي الزواج المتاخر، بس هيدا الظاهره بتنطبق على كل الاجيال، بس بشكل خاص على الميلينيالز. هن بيأجلوا الزواج بسبب رغبتهم بتحقيق ذاتهم، اذا بدك بهمهم اكثر يحققوا ذاتهم، يوصلوا للاكتفاء الذاتي والمادي بشكل خاص قبل ما يقدموا على خطبه الزواج. وكمان الميلينيز اوقات بيفكروا انه اذا هم فاتوا بزواج مع شخص متمكن اكثر منهم او عنده امكانيات اكثر منهم، رح يكون في عدم توازن بهيدا العلاقه، فلهيدا السبب دائما بيسعوا ليمكنوا حالهم قبل ما يقدموا على هيدا الخطوه. واوقات بيشوفوها بدل ما تكون مايلستون يعني بالاجيال اللي قبل وبالسنين اللي قبل، هي بتكون انه تتزوج انه واو هيدا مايلستون بهنوك العالم عليها، هلا صاروا يشوفوها كابستكل او معقوله هي تكون عم بتضر هيدا التقدم المهني لالهم او التقدم بالاشياء الثانيه. نعم. يعني انك تتجوز بعمر ال 3 يعني او ترتبط بعمر 33 وتتجوز لاحقا يعني ربما بعد سنه سنتين، يعتبر سن متاخر لعائلتك.
او هيدا هلا السن اللي عاده عم يصير فيه هلا؟ يعني مثلا انا الوالد يعني جوز بوقت متاخر يعني ابعد من هيك، بس طبعا في عندي اصحاب مجوزين بالعشرينات يعني، وفي ضغط عليك يعني من مجتمعك انه يلا ولازم وامتى بدنا نفرح منك؟ في طبعا في اكيد نعم. بلشنا ضغط يعني سيء، هو ضغط ايجابي انه دائما يعني مثلا كل الناس بيسالوك شو عقبالك وامتى وكذا وكذا ونفرح منك. صحيح، هيدا يعني الكلمات الاجتماعيه اللي دائما تزعجك يعني؟ لا بالعكس ابدا بالعكس. نعم. بلشنا الحلقة من شط صيدا، هلأ مع علي ونوفا رح نكفي وهالمرة بالسياحة برات الخط ورح نطلع على الجبل. كل أسبوع علي عم بيكون بمحل، نحن عم نجرب كمان حدا من جيل الألفية وين ممكن يفكر بالسياحة البديلة بلبنان، يعني اللي شو بيسموهن هيدن جام. وين انت هالأسبوع؟ هيدا الأسبوع رحنا صوب الجنوب على ضيعة بكاسين. كنت اسمع بعائلة بكاسينة، كنت عارف انه في ضيعة لها، فطلعت لهونيك مرة بالصدفة شفت صور على الانترنت. لو في زميلك جورج بكاسينة هي هيك انا من هون طلعت قال له في عائلة وهم هيك عرفنا. هو جورج بكاسينة من البترول بس انه يعني كاسينة يعني انا عارف بالعائلة قبل ما اعرف بالضيعة. شكلهم عاملين شيء بيت بكاسينة بكاسين وطالعين لفوق على الشباب. معقول يكون جب من هيك بيكون عادي. هي البكاسين حد جزين، بس جزين اذا بدك ماخذي السبوت لايت، وبكاسين هي الهيدن جيم. وحلوه لحد يعني روعه، ما بعرف ما في كلمات يعني توصفها قد ما هي هالقد حلوه وهالقد رايقه، وعن جد كميه الخضار اللي فيها، وفيها كثافه هيدا الحلو فيها، يعني فيها كثافه. عم نحكي شجر صنوبر. شجر صنوبر هو اكبر غابه صنوبر بالمنطقه كلها، يعني بالجنوب لا اكبر بالمنطقه العربيه يعني بالميدل ايست. ففيها 100,000 شجره. علي ونوفا هالاسبوع بغابه الصنوبر ببلده بكاسين بالجنوب. أنا ونوفا رايحين صوب الجنوب وتحديدا على ضيعة بكاسين. بكاسين هي حد جزين. الشغلة الحلوة اللي موجودة بكاسين هي حرش الصنوبر. بيقولوا حرش الصنوبر بكاسين اللي فيه أكثر من 100,000 شجرة هو أكبر حرش صنوبر بالشرق الأوسط مش بس بلبنان.
حلو كتير. ما عم بعرف هذا بكاسين حلوة أو كاميرتك اللي بتصور كتير حلوة. يعني الاثنين. بتنصحنا نطلع يعني على بكاسين؟ أكيد. وفي مثلا مطاعم أو قصص ممكن يعني إذا طلعنا نرجع؟ هلا في شغلة كتير مشهورة هنيك بكاسين عملوها من كم سنة اسمه بيت الغابي. هو فينا نقول في أكل هنيك، في الواحد حتى ينام بقلب بانجلوز. وفي يعني جزين دغري حد لبكاسين كمان. في واحد يعمل زيارة السنوبر ويرجع يروح على جزين إذا ما بده يروح على بيت الغابة. جمعة الماضي أخذنا على بيت ضيافة بالمتين كتير حلو، وعم بيختار كمان قصص. مكان جمعة الجاي بعكار لازم يكون. في شيء هيك محل سري بس أنتوا أهالي قربنا عليكم الجمعة الجاي كطبيعة ولا كطبيعة وكشي مثلا. نحن أكتر شيء مهتمين بمطاعم صغيرة مثلا. مطاعم يعني انا عندي كم مطعم يعني هيك بحبهم دايما بطلع عليهم. ديوان مثلا، مطعم ديوان بحب اكله. بوين؟ بيضا هو منطقة العبدة يعني بالعبدة يعني على مدخل عكار. واول يعني اذا انت وفيت ولا انت وطالع بتضلك يعني سهل الوصول له. انا بحب حي تصوبه واكله طيب. لا واكله طيب. هيك يعني بحس في نكهة عكارية طبعا. طبعا نعم. يعني معرفتك بعكار يبدو هيك واسعة، بس ببقية جغرافيا لبنان مش كتير قوية. وهذا الشيء بنعرفه من حادثة أدمى، إذا أدمى بالمتن أو بالكسر. صحيح. شو الخبرية؟ هلأ نحن هون وين بالمتن دخلها؟ نحن هون بالمتن. بالمتن. لا عم نمزح. هلأ ما بدي أقولك أنه كنت شاطر بالجغرافيا، لأنه بيكون موضوع مش صحيح. بس اكيد يعني بعدين من بعد حادثة أدبة من بعد الانتقام هو ببرنامج نهاركم سعيد حسنت شوي بالجغرافيا اللبنانية. ببرنامج يمكن نهاركم سعيد مع صحيح مع زميلنا بسام ابو زيد. كان مع زميل بسام ابو زيد وكان في معي عم بتقول هون بأدبة بالمتن بلعة. ايه بكسر وين هي مش ايه بس انت قلتها بكل سؤال. لا لك شو انا يعني بالنسبة الي كان قصدي اقول جبل لبنان، في جبل لبنان وهي المتن وكسر بس وين. علقوا عليك هلا علقوا شوي بس بدنا نطلب منه يسامحونا. يسامحوا وينسوا. بس اليوم في هذه ثقافة التعليق يعني بركي هذا كمان جزء من الميلانيالز. عم بحكي لك انا خليني اقول لك شغلة اساسية انه نحن يعني انا بالنهاية بين المتن وكسر وين يمكن ضيع بس بالنسبة لي هي منطقة واحدة وهي امتداد الوصول الى مناطقنا في الشمال. نعم. او يعني يعني انا اكيد لما كنا عم نحكي باطار انه مقارنة المناطق بين بعضها، انه ان شاء الله نحن بالمستقبل القريب بنكون على مستوى الخدمات اللي موجودة ان كانت من انارة من طرقات من بنية تحتية من من من، وهذا الشيء عم نتأمل فيه ان شاء الله. ولكن يعني حلو يعني جغرافية المنطقة كيف تشبه بعضها. يعني في بالمتن أو بكسروين باثنين في شط وجبل وبحر يعني من كل النواحي. يعني في عنا يلي بتشبه طبيعة عكار وحتى أهلها مختلطين يلي كمان تشبهنا. عم بتقول إنه كل المناطق عندها ذات الهموم وذات المشاكل. عندها ذات الهموم وذات المشاكل، وبتشوف يعني جو العيش الواحد والعيش المشترك في هالمنطقة بالمنطقتين. فهيدي شغلة شبيهة. مش هيك أنا وقتها كنت عم بتمثل بمنطقتنا لأنه بتشبه منطقة المتن وكسروان. بس عم تحس بالتنوع السكاني عم بتحس إنه ممكن تتعرض من بعد هلا اليوم النيابة والأضواء عليك للبولينج بالسوشيال ميديا إنه بفتشوا على حقيقة شغل. أنا ما مستحي بشي بجهله يعني بالعكس إنه الإنسان بيغلط من ناحية مشان يصلح غلطه ويتعلم منه. نعم. يعني أنا إذا غلطت بمنطقة معينة مني خبير فيها ما على شي بدو يسمحون لنا فيها. نتعلم. هلا تعلمنا انه المتن يعني شو قد ما بكسر وين قد ما موجوده بالمتن ولا بكسر وين سن الفيل موجوده بالمتن ولا يعني هذه طبعا تعلمها مع الوقت. يعني لك ساعات النائب والعلي اللي كل اسبوع عم بيفاجئنا باماكن مخفيه ومش اخذ حقها بالاعلام وبالسياحه. الليله انا رح اخذكم على مباني مشهوره بمناطقها ببيروت وبالمتن، هيك ما نعرفك على الوجه الاخر بالمتن. ثلاث مباني تعتبر من عجائب وغرائب العماره اللبنانيه بهالتقرير. في ايطاليا برج تاريخي مائل يستقطب السواح من حول العالم، وفي لبنان
تبنية رفيعة يمكن أن نضيفها إلى لائحة علي ونوفا ربما تتحول إلى معالم سياحية. نبدأ جولة عجائب العمارة اللبنانية من المنارة، حيث هذا المبنى الزهري الذي يعود إلى حقبة الخمسينيات. من الأمام لا شيء يدعو إلى الريبة، ومن الجانب المبنى عبارة عن حائط له نافذة وشرفة. هي كلها معروفة بالمنطقة هون، يعني انه هيدي بنية البعصة جاي بالنص، هاي بنية مسكونة فيها ارواح، وظهرت هذيك المرة الارواح. كنت انا عم بقضي غلط تحت وحدا نطلي، عرفت لي كيف؟ دغري هربت انا وبوضع يعني حرج وركلت طلوع. هو ركض بوضع حرج، اما غيره فيتوقف مستغربا. مثل ما شايفها، شكلها كيف شايفها انت؟ ظابطه مش مزبوطه كيف؟ كله بيمرق بيطلع بيلاقي شيء غريب، مثل جسم غريب، يعني انه بشكل بنايه من برا مبينه ومن وراها حيط. هي كل الفكره، مين وشو السبب الخلاف وهيدي التفاصيل الصغيره هذه كلها انا ما معي. يختصر هذا المبنى قصة خلاف شقيقين على تقسيم قطعة أرض ورثاها عن والدهما، فما كان من الشقيق الذي حصل على الحصة الرفيعة إلا أن شيد هذا المبنى ليحجب رؤية البحر عن شقيقه، ومن هنا اكتسب المبنى تسميته الشعبية المعروفة في المنطقة. معلومات أخرى تقول أن الأرض لم تكن ضيقة إلى هذه الدرجة من الأساس، وإنما خسرت جزءا منها عند شق الطريق العام. هذه البناية لبيت الدعوة، جماعة مرتبين ومحترمين، وعمر البناية من سنة 1860 تقريبا، هذا اللي بعرفه وبس، ما فيها شيء. بناية شرعية جدا، بدأ تترمم تتنظف تتظبط ترجع بناية مزبوط نظامه، وهذا كل شيء. شو بدك تعرف عنه؟ اللي عمر انا بتذكر كان يجي لعندي ببيت العيتين اسمه فوزي العيتين الله يرحمه، هو اللي حكي لي قصتها، هو من خريج ميشيغان. بس ما حدا يفبرك شيء عن البنايه، البنايه نظاميه ما فيها شيء شرعيه. انا بتذكر انه كان يقولوا للكوين ماري، لان هي بشكل داخل سفينه بتطلع فيها هيك، بتطلع فيها لتحت، تحت مقصوصه قص من اولها بشكل باخره، فيك تطلع من ورا صورها، تطلع لفوق بتحس هيدي كاميرا قياده، بقولش بديك الباخره وبس، فيك تطلع تشوفها. هلا بفتح لك وبتشوف إذا بتحب تفضل. إلى كليمانسو، نتوقف أمام هذا الجزء الرفيع من مبنى مصنف تراثيا في محيط منزل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ماني عارف عنها شيء، لأنا ما داخل لجوه، أنا ما إلي شيء حتى أدخل، بتعرف هون جنبلاط بيسألوا وين رايح من كذا، يعني شغلة منا هينة. لا يحب سكان المحلة كثرة الكلام، ويبدو أن هذا الجزء من المبنى غير مرئي بالنسبة إليهم ولا يعني لهم شيئا. المبنى اللي عم تحكي عنه المضاف، لا يعني كأنه مضاف، لا لا ما بعرف إذا نضاف أو كان بالأصل، ما بعرف لأنه قديم كتير. ما دي كتانة، دي بنية كتانة وفيه موقف طبعا هيدا جوا. ليه طالعة بهيدا الشكل؟ هيدي البنية المفصولة عن البنية، يعني كان في هدف من وراها؟ صدقني ما بعرف، ما بعرف شو الهدف منه، يعني انه يمكن هيك كان ببيروت كله كان يعمر، هذا اللي كل بعرف. ما يقال امام الكاميرا غير ما يقال خلفها. بحسب بعض الجيران شيد هذا المبنى رجل لبناني من الطائفة اليهودية في العشرينيات، واضاف اليه هذا الامتداد الاشبه بالحائط ليحجب انظار الجيران عن زوجته الفاتنة. لم نستطع تأكيد أو نفي هذه الرواية الأشبه بقصص الأفلام وتقارير المخابرات من أي مصدر موثوق. من بيروت إلى الجديد في قضاء المتن، وهذا المبنى قبالة الأمن العام الشهير بتصميمه المعماري الذي يشبه مجسم القلعة. المبنى يتألف من 3 طبقات تبدو من الخارج 6 لارتفاع أسقفها، والطبقات مقسمة بالطول
بدل العرض، وهي عبارة عن غرفة لها تدخيتة بداخلها أشبه بغرفة ثانية. هذه البنية بنية شيء بتحكي عن يعني شيء في الكلور اللبناني هي بالأساس، بس لو أنه معمولة بشي محل على الروشة أو على الحمرة كان حق الشمسي مليون دولار إذا مش أكثر، بس جعان تلحط بهيك منطقة. بس أنه المساحة تبعوتها قليلة، الدولة ما بتسمح بهالمساحة ينعمل بناء. هي حسب الزون بالمنطقة، لو كانت لو كان الأرض صغير بس فيك تطلع تعلي يعني. على فيهم هالمباني الثلاثة يصيروا معالم سياحية يعني أكيد، وبكتير بلاد بالعالم بيروحوا العالم تشوف هيك بنايات حلوة مميزة. ماركتينج إيه يعني لازم نعمل لهم عمل ماركتينج، عمل كتاب إنه مباني غريبة في بيروت أو شيء. حلو. المبنى الجديد انتهى بنائه من حوالي 10 سنين، ومن وقتها بقي غير مأهول، ومع إنه مؤسسات تجارية كتيرة وحتى مصممي أزياء جربوا يستأجروا المبنى، ولكن ولا مرة مش الحال لصعوبة استثمار هالمبنى لأي غرض تجاري أو سكني. من بعد ما صورنا هالتقرير بفترة قصيرة تفاجأنا انه صار في ناس لاول مرة بقلب قلعة الجديدة مثل ما بيسموها، وانه صارت المقر الرئيسي بلبنان لمؤسسة مستشارون. الاسبوع المقبل رح ندخل الى قلعة الجديدة الى مقر مؤسسة مستشارون لنشوف البناية من جوا، ونحكي مع الاستاذ رياض زوقي رئيس هالمؤسسة ليخبرنا عن علاقته بهيدا المبنى. استراحة ونرجع. بلا طول سيري ومن كفي بالمعالم ابني، هذا كله ردا على فقرة علي. من كفي مع ابني معالم ببيروت وببيروت الكبرى مرتبطة بالحرب. في عنا اين اثنين، برج المر وميرنا الشلوحي. برج المر لانه من فترة فجأة وعينا وشفناه بشبابيك ملونة ببرادة بتجهيز فني عمله جاد خوري. جاد خوري خارج لبنان، لهالسبب رح نحكي عن برج المر الأسبوع المقبل من بعد رجعته من إجازته خارج لبنان. أما اليوم فرح أحكي عن معلم آخر مرتبط بالحرب وما بعد الحرب، هو ميرنا الشلوحي. هالبناء اللي منلاقيه اسم يعني على خريطة لبنان، وهو اسم أيضا بيتردد بنشرات الأخبار بكثافة، خاصة من بعد ما صار مركز للطيار الوطني الحر. كلنا بنعرف البناية بسد البوشرية، وهلأ صار الوقت لنتعرف على السيدة خلف البناية، السيدة اللي بتحمل هالبناية اسمها. ميرنا الشلوحي بشحمة ولحمة بهالتقرير. لم يمر من ميرنا الشلوحي، الحشود بعدها عم تتدفق إلى ميرنا الشلوحي من موقع الجريمة في ميرنا الشلوحي. في ميرنا الشلوحي، في ميرنا الشلوحي. ميرنا شلوحي مجوزة، ميرنا شلوحي خليل، عندي ولدين، عاملة بسيكولوجي وانفورماتيك، وهلا عندي بوتيك. المرحوم الوالد أول ما عمر هالمبنى بال81 سمي على اسمي، نحن 3 بنات وصبي، مع أنه أنا الكبيرة حب يسمي السنتر على اسمي. أمرار لا، ما بقول عائلتي، بقول مير. نحن ميرنا خوري شلوحي، بقى بختصر خوري، لأنه شلوحي بدي يصيروا بيسألوني كذا سؤالات، يا أنت ميرنا شلوحي، أنت تبع المبنى، بقى مش للكل لا أقول اسم الكامل. مدرسة الترقي المهني للسريان، وهي المجاورة لمركز ميرنا الشلوحي على نفس الخط، شارع المؤدي لملعب برج حمود والشارع المؤدي لمركز الشلوحي. سنتر ميرنا ونيرنان الشلوحي ودمار بكل الاتجاهات. بالزمانات وقت صار الحرب الإلغاء هون تكرر الاسم كتير، أكيد زعجني وتضرر كتير السنتر. هو مش مبنى سكن، لا، كلها مكاتب تجارية. هو 14 طابق، كل طابق فيه يمكن شي 3 مكاتب، 3-4. هلأ فيه خيي إلي شلوحي، وعندي أختي المحامية ناريمان. أول شيء إلي شلوحي، أنا مستلم هون البناية
من وقت ما توفى الوالد كل شيء صيانه وانترتيان واجارات وموتورات كله انا بهتم فيه. اسمه اول شيء صار براند اذا بدك بالبلد، وحتى لو طلع سنترات حدنا وقبلنا وبعدنا اول ما بدهم يستاجروا العالم بسنه الفيل بيجوا بيسالوا هون اذا في افيلابيليتي ولا لا. في من كل شيء يعني، في عنا وزراء، في عنا نواب، في عنا اذاعه صوت المدى هون، في عنا التيار الوطني الحر، في عنا محامين، مكاتب سيرفيسز بقدموا خدمات للعالم، في من كل شيء، ما عنا شيء محدد يعني. لا ابدا لا ابدا ما يعني لا الوالد حسسنا بهذا الشيء الله يرحمه، ولا يعني ما بهمني انا كشخصيا من يكون باسمي، ان كان باسم اختي او باسمي هي ذاتها بالنسبه لنا بالبيت، كانت بالنسبه لي من قبل لهلا لا بتباهى فيه ولا بمشي وبقول سنتر مينا شلوحي قلنا ولا عندي اياها يعني، كان انا وكان كل اخواتي، ان كيس حدا سال حتى ايفن اذا سالوني شو بتعمل غير التمثيل بقول لهم عندنا مكاتب للاجار، يعني ما بقول حتى ايفن ميرنا شلوحي الا ما هن يسالوا اكثر ويغوصوا يعني. في ناس مش مفكرين انه في شخص اصلا اسمه ميرنا الشلوحي، يعني لما يعرفوا انه هو المبنى مسمى على اسم اختي بيتفاجئوا انه في حدا، في شخص اسمه ميرنا الشلوحي، ولما يعرفوا انه اختي مش امي بيتفاجئوا اكثر لانه مفكرينها كمان كبيره بالعمر. شكرا للسيدة مينا الشلوحي، وما حدا يسألها شيء عن السانتر بسببنا، وبوجه تحية للممثل إلي الشلوحي، وإن شاء الله بيكون معنا بحلقة قريبة لنحكي مش عن البناية وإنما عن أعماله الفنية. انضم لألنا بشارة غاوي وروات حبيب، أهلا وسهلا فيكم، اليوم عم تتأخروا لا تنضموا لألنا، بس تنضموا بتعملوا كل الفرق. بشارة رح بلش من عندك، بشارة معنا من مؤسسة منتور العربية اللي بتهتم بمكافحة كل السلوكيات الخطيرة ومنها المخدرات. أول شيء شو موقفكم أنتم كمنتور من موضوع الحشيشة؟ هلا هو موقف منتور من الحشيشة منه موقف جديد وتشريعة بالوقت الحالي، لأنه في فترات كتير انحكى بالموضوع من أكثر من سنتين وثلاثة وبيروح وبيرجع. هلا هو الموقف عالمي، موقف منتور العالمية هو ضد تشريع حتى للاستعمالات الطبية، لأنه خاصة بلبنان لأنه ما بتعرف هيدا التشريع كيف رح يصير، يعني في عندك تنفيذ على الأرض 100%، يعني دايما بيقولوا لك أنه شوفوا غير مناطق بالعالم، بس غير مناطق بالعالم عملوا تحسينات كتيرة على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد القانوني، على صعيد الناس، تقدروا وصلوا لمرحلة يقدروا يشرعوا استعمال الحشيش. بشارة عم يعرض لنا بكل حلقة مجموعة أفلام من العالم العربي عملوها هواة ليطرحوا فيها قضايا اجتماعية. اليوم الفيلم من لبنان، وشو الموضوع؟ اليوم الفيلم من لبنان لطالبة اسمها جوي حلاق، الموضوع هو على ضغط السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي على صورة المرأة تحديدا والعمر الزواج وكيف لازم تكون حلوة وتعجب، والضغط اللي بيعيشوه الفتيات تحديدا من عمر المراهقة لعمر الشباب، وقديش هذا الشيء بأثر عليهم نفسيا واجتماعيا. نعم، بدك تعرفنا على اسم المخرجة قبل ما نشوفها. جوي حلاق. نعم. ما هي من طالبة من جامعة الأنديو بلبنان، وربحت المرتبة الثالثة سنة الماضية بالمسابقة، وبندعي كمان مثل كل حلقة جميع اللي حابين يشتركوا كمان يفوتوا على مواقع التواصل منتر-arabia.org ويبعتوا الأفلام القصيرة تبعهم. ما نشوف سوا الفيلم. ماريا خذني. هاي جايز، يلا نشاط حيوية بتعملوا غضبون نهاز ماريو. على حالي مش أي حدا، على حالي مرايحة ومش راسي مرفوع. Going online with ماريا خذي. ما تسخفي بحالك، بس نجاحك هو زواجك، إذا قرب الـ ideal marriage age تبعك بتعرفي كتير منيح شو لازم تعملي. ما تنسي المرأة المثالية بتبين على 28. Going online with ماريا خذي. Hi beauties. أكيد كنا سمعنا عن لما حداد apparently من أحلى أعرس. Reading the model's messages. Julian. Happy birthday, Ahmad. Dania.
Did you do it? Face swapping. Going online with Yara Nassar. إذا في الايديا اللي بيحكي عن ضغط السوشيال ميديا، حكيتك قبل شوي قلت لنا انه انت ما عم تحس بعد بضغط السوشيال ميديا، بس كيف علاقتك بالسوشيال ميديا قبل النيابة واليوم فرقت؟ هو حقيقة يعني السوشيال ميديا بوقت الانتخابات كان مهم جدا، لانه كان في تواصل يومي مع يعني كل النشاطات اللي عم قوم فيها، كل شيء عم المناطق اللي عم كون موجود فيها، ففي تواصل دائم مع يعني اللي كنا عم نتواصل معهم دائما على السوشيال ميديا، ان كان فيسبوك انستغرام. واليوم انت بتحط التويت او البوست طبعا، في جزء هيك وفي جزء يعني بحاول اكيد من وقت للتاني اكون عم تابع فيها، وبحب حط بوستات وصور من وقت للتاني يعني حسب حسب الاوقات. ابشار لايمتى مستمره المسابقه؟ لاخر شهر سبتمبر، عندهم وقت يقدروا يقدموا الافلام تبعهم. الاسبوع المقبل من وين رح يكون الفيلم؟ الاسبوع المقبل رح يكون من المغرب. من المغرب. الفيلم الجمعه الماضيه من الجزائر كان كتير حلو، يعني كان هو الرابح المرتبه الاولى. رواد، رايقب لك مواقعك على السوشيال ميديا، هلا ما بنعرف اذا انت عم تحكي عنه او عن المسؤول على السوشيال ميديا، مشان هيك بتحس بالفرق؟ يعني بتحس انه قصص هو حاططها وقصص كثير لاحظت هذا الشيء خصوصي بحساباتك، يعني جربت نبش عليك لقي وين شخصيتك بكل هالحسابات، وكان شوي صعب انه حس بوجود شخصي. مثلا اليوم عرفنا عن علاقتك مع العالم مع الناس، وكمان علاقتك الغرامية، انه هول القصص ما بنشوفهم بقى عندك على الانستغرام، وكأنه هالحسابات بلشون بس للحملات السياسية أكثر. لا بالعكس، يعني مثلا حساب الفيسبوك موجود من 2008 2007 يمكن، بس البيج هلأ مؤخرا. البيج الانستغرام يعني الفيسبوك. الفيسبوك بيج قبل لا حوالي يمكن من 3 سنين. مهم انه على الفيسبوك عندك فوق 50,000 متابع، هنيك الفيسبوك الشعبية الكبيرة. صحيح. على الانستغرام بعده هيك وجود يمكن 6-7,000 او صحيح. وتويتر كمان عندك نيوز فيد، يعني كله اخبار ونشيط جدا، يعني حساباتك كثير نشيطه. اكثر شيء على تويتر، يعني هو على تويتر كاعلاميا يعني بامتياز وجود. بس في ويب سايت جربت توصلنا له اللي هو tarikmirabi.com، هو قيد الانشاء. قيد الانشاء صحيح. ليه حسيت انه انت بحاجه لويب سايت مع كل هالمواقع التواصل الاجتماعي؟ ما حسيت، لما كنا عم نعمل الانتخابات هيدا على شو معقول يضيف لك الويب سايت؟ حسيت لما شو حسيت؟ ليه حسيت؟ شفت انه بتابع لك برامجك السابقة شو معقول يضيف لك؟ بس عارف انا لانه هلا حدا بعث لي تصليح انه برنامجك السابق اسمه على الاكيد بالسيرة وفتحت. اوكي العمر هلا الشغلة، يعني نحن انا امتى بلشت انه لازم اعمل ويب سايت؟ لما كان في الحملة الانتخابية، واحدى البانويات الاعلامية اللي كانت موجودة الاعلانات احدى المرشحين كانوا حاطين ويب سايتات، وبلشت هيك يعني انه والله لازم نعمل ويب سايت. فعملنا ويب سايت وحجزنا الاسم، بس ما قمنا بالخطوه النهائيه لل بس شو هيك شيء لاحظته اذا يعني شيء هيك ممكن لاحظت انه مبلش الانستغرام تبعك بصوره انه عم تعلن ترشيحك، يعني ما كان كانه ما عندك حياه قبل على السوشيال ميديا، وهذا الشيء شوي بيزعج، لانه نحن بنحب نتعلق بالاشخاص وبقصتهم وبيومياتهم. يعني حسيت انه لازم يكون في وجود شخصي اكثر. لا طارق، هو مثل ما عم اقول لك الفيسبوك كان موجود معي من السابق من 2007، بس الانستغرام جديد كاكونت يعني. هو يمكن ما كنت اخذ الانستغرام بطريقه جديه. لا يعني ما لأنه هو جديد فرض نفسه هو جديد اساسا يعني كله على بعضه. ونحن يعني لما كنا ايام الجامعات كان فيسبوك يعني موجود، وكفيت يعني كفيت اتواصل فيه اولا لكون على تواصل مع يعني مع الشباب يعني اللي كانوا معنا بالجامعات واللي كانوا معنا بالمدارس، من معظمهم توزعوا على العالم كله. يعني انا بهالمناسبه كان بدي اقول لك انه نحن يعني جيل موجود بلبنان يمكن أقلية 10% أو 15% من اللي البقايا كلهم موجودين بالخليج بأمريكا بكندا. هذا الواقع اللي نحن عايشينه، فكانت الوسيلة الوحيدة للتواصل،
لانه التليفون اجمالا ما فيك اليوم تحكي على التليفون. رح نتوقف مع استراحه سريعه ونرجع نكمل التواصل يعني. شكرا لك رواد. استراحه سريعه ونرجع نكفي هالحلقه من بلا طول سيره. عودة لبلا طول سيره. نحن صرنا هلا بالدقائق الاخيره من البرنامج، عنا بعد شوي الحفله. كيف لحد هلا الحلقه شايفها؟ ممتازه. شو اكثر شيء هيك حبيت وما حبيت؟ في شيء ندمت عليه؟ لا بالعكس، بالعكس كل الحلقه بتجنن يعني. شو اول يعني شو الشيء اللي موجودين طبعا، شو الشيء اللي اول مره قلته الليله؟ قبل ما اوصل قصدك على الحلقه؟ لا بالحلقه. شيء اللي اول شيء قلته مش قايله قبل، شيء قلته وندمت عليه؟ لا ولا شيء، ما بندم على شيء ابدا. لا برايك نحن هون صار لنا قد ايش؟ ساعه وشوي. شكلوا الحكومه برا او لا؟ بقيد التشكيل. حاسس انك حايس من دون تليفون؟ هلا كنا عم نحكي عن موضوع التليفون، عم بيقول لي ليه ما بننزل؟ قلت له قشطوني التليفونات، ما معي بذبذبوا على على الكاميرا. حصت او ما حصت، بس في عاده انه كل خمس دقائق عشر دقائق بنطلع على التليفون اذا في شيء حدا متصل. كذا هذا الميك اب تيست لكريستينا لشو اذا حصت او رح احنا ولا ما؟ لا شكله ناجح كثير يعني. انا ما توقعت انجح هالقد، نجح اكثر من ما توقعت على خسائس يعني بالتحديد. بس هو الواضح للمواصفات بس الواضح انه كثير ويل بولشت بكل شيء. مزبوط صحيح، يعني هيك كل شيء مرتب بحياتك بشخصيتك بأجوبتك. والله في مالي كلها خبيثة وخبيثة. شو الخبيثة؟ هيدا اللي بدنا نصدر. يعني مثلا تنظيم، أنا منظم بالفوضى اللي أنا فيها. يعني مثلا كمكتبة أبدا مش منظم، الأوراق كلها فايتة ببعضها، بس أنا حافظهم كيف فايتة ببعضها، بس إذا بتجي بتنظم لي إياهم بتضيعني. نعم هيدا أول شغلة. ثاني شغلة يعني حتى بالحياة عامة ما عندي تخطيط معين انه شو بدنا نعمل مثلا الاسبوع الجاي او مين حنشو، يعني اجمالا بحاول نظم قدر الامكان. نعم. بس عن جديد يعني من حوالي سنتين عم بعيد كل غرفة نومك كيف؟ يا التليفون يا على الاجندة. غرفة نومك كيف منظم؟ يعني خزانتك مثلا منظمين التياب او لا؟ لا ما منج... حابب نظم وما عم تزبط معي. ان شاء الله بتزبط. يعني بحفظ الشغلة وين بحطها، بس بيكون ما خصة مش انه مثلا قمصان بمحل والكذا، كله مخلوط ببعضه. كله مخلوط. استراحة سريعة ومن بعد الاستراحة محضرين الليلة عوينات الشمس، لانه رح نروح برحلة واغاني الرحلات. كنا على البحر بدنا. هلا رايحين على بحر تاني. الاسبوع الجاي نحن وين لانا؟ الاسبوع الجاي بالشمال. بالشمال وين؟ خلص فور جود. يا انفي يا لا لا بعد شوي بعد وحدة بعد. يا انفي يا شمال. هلا من بعد البريك مع الفنانة كريستينا حداد رح نطلع بالباص لنطلع على انفي ونغني اغاني الباص. الحلقة الحفلة كريستينا حداد مساء الخير. كيفك اليوم؟ ايش عطيني وايش عين بعض اليوم طلبت منك كريستينا اليوم نحط كلنا عوينات شمس، وهي والفرقة حاطين عوينات شمس بكلنا. نستجيب للمطلوب. واحد اثنين ثلاثة. كيف هلا هي بدها اساسا للأضوية؟ معرفتك صراحة. كريستينا اليوم شو عنا؟ عنا رحلة، رايحين رحلة كلنا سوا بالبوستة، ورح ان شاء الله نتسلى كلنا سوا. يلا. بحب اعرفك اول شيء على الشباب مثل العاده. درامز جيو ناجاريان، رق نزار سلوم سمور سوري، على الطبلة نجيب مغربي، على الناي انتوني عيد، بيانو سيمون طرباي.
يا هلا وسهلا فيكم شباب، جاهزين؟ حبيت انه نروح رحلة كلنا سوا هيك نطلع مشان هيك عوينات سود وشوي اللوك شو بيقولوا هيك مريح ورحلة ونحن هلا بدنا نتخيل حالنا بكروز او ببوسطة. كل واحد حسب هو شو عباله، عباله يطلع بالبوسطة ولا يروح بالبحر، خلينا نتخيل كلنا سوا. يلا انا بالبوسطة. يلا مشوار رايحين مشوار تنبرم العالم بنهار صوب الغد صوب الشر يمكن ما في فرق مش مهم لوين نروح المهم نروح المشوار هارد الرمل في اعشاب خدني معك يا حبيبي يا حبيبي مطرح ما لون الازرق غاب نمشي سوا يا حبيبي يا حبيبي هارد الرمل في اعشاب بعد بالهوى خفيني خفيني تركني ضيع بقلب النهار قول لي الهوى يا هواي نسيني يوم صرنا كبار خذني معك على الدرب البعيد مطرح ما كنا أولاد صغار ودفي ربيع بشمس جديد نسيني يوم واقف على البحر البعيد عمال بحكي واشكي واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات ولما الرق دخل قلبي رق روحاني طب اعمل ايه رحت انا غني انت الحب طال قلبي وانا في الخيال عودك ده فيه يتقال موال ويا عيني ايام يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون Thank you.
على ضيعه تنوري وتذكرتك يا كريستينا. ايوه وتذكرتك لك يخرب بيت عيونك يا شو حلو هاتيل البؤوسة قالت نقلتنا من ضياع حملايا على ضياع النور الله وتذكرتك وتذكرت ولك يخرب بيت عيونك يا كريستينا شو حلوي is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Hey! My dream is to fly over the rainbow so high. نايب شكرا لك. يعني بعتقد قدرنا نعمل كل شيء معك اليوم الا نخليك تغني. حبيت كزبوره يعني ما عندي موهبه بالغناء. وصلنا على انفه بعتقد نحن هلا بانفه الاسبوع المقبل مكفين عكار. لازم نكفي على عكار. اكيد ان شاء الله انت بتكفي بعكار بكل المشاريع اللي حابب تحققها بالمدينه شو بالقضاء. شكرا لك وكل التوفيق كريستينا. ميرسي على الاجواء الحلوه اللي عم تعطيني. شكرا لكل الشباب الفرقه الموسيقيه ومنتقى لكريستينا على تعدد مواهب ثلاث لغات كل دائما. كم لغه الاكيب اللي معه لانه فريق العمل هو الاساس. نعم. يعني بكل نشاط. فيك شيء اسبوع تعملين لنا مثلا خمس اغاني بخمس لغات؟ ايه طبعا خلص نعملها المتعدد الامم المتحده. اكثر اغاني هذيك سبع لغات الامم المتحده. ملتقانا الاسبوع المقبل مع النائب فادي علامه. الى اللقاء.